دون تهم واضحة أو محاكمات، لا يزال مئات المختطفين والمخفيين قسراً يقبعون في سجن بير أحمد في العاصمة المؤقتة عدن، الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. قصص كثيرة تحكي واقع المخفيين وعذاباتهم خلف القضبان، لكن هذه المرة تبدو حياتهم مهددة بالموت بشكل أكبر بعد أن عمدت الجهات القائمة على السجن إلى قطع الكهرباء وتقليص الوجبات الغذائية في وقت يعاني فيه معظم المعتقلين من الحميات والأمراض المختلفة، وفق بيان نشرته رابطة أمهات المختطفين. الرابطة أضافت أنها تلقت بلاغات تؤكد أن المعتقلين في سجن بير أحمد يواجهون الموت البطيء داخل الزنازين، معلنين عن نيتهم بدء إضراب شامل عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها. ومثل كل مرة تجدد الأمهات مطالباتهن بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين، ولا صدى يسمع لصراخهن أو مناشداتهن، وهو الأمر الذي دفعهن إلى تحميل الجهات المسؤولة عن سجن بير أحمد كامل المسؤولية عن حياة أبنائهن، مطالبات بسرعة الإفراج عنهم. وفي الوقت الذي جددت فيه الرابطة دعواتها للمنظمات الدولية والمحلية والصليب الأحمر الدولي للسعي من أجل إنقاذ حياة المعتقلين، يرى مراقبون أن تجاهل المطالب الحقوقية والإنسانية للمعتقلين لا يكشف عن عجز الضمير الإنساني والأدوات الدولية في وضع حد لهذه الانتهاكات فقط، بل ويشجعها على الاستمرار في ذلك مستقبلاً.